موجودين حاضرين من خارج ثم، فهم على ما قال كلنا يد واحدة، وكلنا أبناء قبيلة واحدة، وأبناء محافظة واحدة، وأبناء وطن واحد. وسعدنا حقيقة بتلبيتك الزيارة اللي احنا اتفقنا عليها أنها زيارة، لأن ضيفتك يا شيخ أكبر وأوسع مكان وأكثر حضور، ولكن اتفقنا أنها تكون زيارة، فشكرا لزيارتك والله يحييك. محبينك كثيرين حقيقة، والعتب بيحصل ممن لم يحظى بدعوتنا لهذا الليلة، لأنهم يحبونك في الله، وكما ذكرت محبينك كثيرين، يعني محبينك في تويتر فوق 20 مليون، لكن احنا تفاجأنا ولم نتفاجأ، هي الحقيقة، يعني إن محبينك أضعاف أضعاف، ما هو بس المتابعين. وعندي حجة ودليل وبثبتها بعد شوية، بقول لكم على قصة حصلت لي أنا والشيخ في محبة الناس له، فباسمي وباسم إخواني وأبنائنا وأقاربنا وجماعتنا وبلقرنا الحاضرين، الله يحييك ومرحبا ألف، الساعة المباركة والله اللي شرفتنا فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والإيمان في هذا البلد المعطاء، في ظل القادة الذين يعني سخروا أنفسهم وجهدهم لخدمة هذا الوطن، مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يمتعنا بالصحة والعافية جميعا، وأن يحفظ وينصر جنودنا على الحدود وفي الداخل، وأن يكون لقاءاتنا دائما على المحبة والصفاء. فالله يحييك وأهلا وسهلا ومرحبا ألف، أكررها الآن وكل لحظة من لحظات وجودك وبعد وجودك، والله يحييكم جميعا. معنا اليوم شاركنا أو بيشاركنا إن شاء الله الشاعر ناصر بن حسن وصالح بن عبيد، وسألوني من الضيف وأنا والله ما علمتهم، وأصر صالح أنه لازم من هو الضيف على أساس، قلت ما بعلمكم، إحنا نبغاها جلسة عادية، وأنا أقول في نفسي وبين يعني أضمرها بنفسي أنه إذا حضرتوا أساسا قد قلتوا في الشيخ قصائد يستحقها وأعطونا إياها من جعبتكم اللي هي موجودة، فالله يحييكم ويحييهم وشاكرين لهم تلبية دعوتهم، حياكم الله جميعا. سلام طالب ليلتنا هذه نعتبرها والله من أسعد الليالي بهذا الاجتماع المبارك المبسط، لك حق عند الجميع، ولكن أنا بخدمه بيض الله لا كف كف الله الجميع إن شاء الله يا محمد على الوقت المناسب للجميع ما هو بس للجميع كل واحد خذوه يضيع من للجميع لا تنازعوا في أي ما نجرب لا تنازعوا في أي ضيف لا تنازع لكن خلك معنا أنا تكون حيلة يحرف كل واحد الآخر إن شاء الله هنك تواب إيه نعم شرب السعد أنت الحين ارتاح يا معالي الشيخ وأنا أجاوب أولاً بعد الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أولاً أسعد هذه الليلة بالسلام عليكم جميعاً وأنا أتيت إلى حبيبي وأخي الغالي إلى قلبي وعلى قلوبكم أبو سعيد عاوز بن سعيد القرني أنا تعاملت معه من سنوات وأنا يوم أجي الليلة كني بروح بيتي بعض الناس مباشرة القلب مع القلب تعاملت معه في مناسبات وفي أشياء القبيلة وجدت الوفاء والمراجل والصدق والله لا ضيف عندنا إنه كنه هو اللي بيضيف وكنه هو اللي بيستقبل الضيوف وجربته عند بالقرن وغيرها فجينا محبة وغرانا بحضور معالي الشيخ مزهر ومن معه فقلت والله إني سعيد وإني ودي أسلم عليهم معالي الشيخ وعليكم ولي الشرف أنا إني أجي أسلم عليكم وأمر آخر إنه ما هو من دون هذا هو قام بمواقف أجل من الضيافة وأكثر وأكثر وجملنا يا بلقرن في كثير من مناسبات فجينا نرد له الشكر والوفاء والحق والعرفان أما ما تفضل به معالي الشيخ مزهر ومن معه من مشايخ أبو محمد والإخوة جميعا فربي درى إني أشعر بالحق لكم أنتم علي فإذا جت الحقوق يقول تصادفت الواجبات سقطت فعاد الحين عندنا في بيت الشيخ أبو سعيد يكفي على الجميع طلبتكم طلبة أنت يا شيخ مزهر يعني أنت من رموزنا وأنت تعرف الحق وتفتينا في هذا أنا طلبتك طلب أنه يكفي هذا في بيت ابنك والجميع أهم شيء لا نلتقي وأن يشعر بالحق لك والجماعة عندي بس وقت الجميع السلام ورحمة الله وبركاته نسأل الله الخير الحال طيبين كيف الحال الربع سلام طيبين سلام طيبين كيف الحال الربع
كنا في هرديا باويس قبل. الله على كل حال انا في بيت ابو سعيد تراني ضيف ومضيف. وباسمكم جميعا نرحب بوريس الشيخ علي بن مسعد. ومن حضر كنا في حديث قبلك فيها عزيمه وفيها احتفاء ومحبه، ونحن جينا وفاء لهذا الشخص اللي وافي معنا كلنا يا بالقلب. غايب وهو بالاشاره منها اجي ترى. يعني أنا وياه بيننا محبة خاصة ومع الجميع، والله أن يشعرنا بالحق لكم عليه. فأنا أطلب أولا من معالي الشيخ مصر ومن معه عذرونا جميعا في هذا ارتباطنا، وقلت أن هذه الجلسة بتكفي إن شاء الله نتعرف. السلام عليكم. وبعض الإخوة من خارج الرياض، وحتى كثير منكم ما أطلب محلي، أن تعطوني بكرة ولا بعد بكرة في البيت، والله أني سعيد بكم كأنكم أنتم اللي بضيفنا. فلا تردون طلبي، هذا في المقدمة. بقي في أشياء وقفات، مثل ما تفضل أبو سعيد أن الحمد لله ننعم بحياة رغيدة، وأنا قد غردت بأمس أن وطن آمن وفي رغد من العيش واجتماع في الكلمة. وأنا ماني بكبير سن فيكم، من هو أكبر مني مثل والد وغيره، والشيخ مزهن يمكن أكبر مني ولو 25 سنة بس هو، فعرف الدنيا أكثر منا. أنا والله أني أفكر في الطريق بعد نعمة، يعني طبعا الاجتماع ان نعمة الامن اللي نعيش فيها، والحصول لا زالت واقفة بين القبائل ذابح ومذبوح، ثم وصلنا الى درجة ان صرنا السعوديين اسرة واحدة الحمد لله، وجينا للتعليم انهم يبحثون في القرى عمن يكتب الخط والرسالة ما يجدون، ما يجدون في القرى كلهم، وانه ما حتى واحد دور الاستسقاء من جماعتنا وجد واحد جاب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح جعلها في الاستسقاء، الحمد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الحزاب وحده جعل الاستسقاء. والرغد العيش يلجوع كما سمعتم من آبائنا وآبائكم وأجدادنا، إنهم يبقون سنة لا يجدون لحما، وإنهم يجدون على الشعير، وإن يعرف قصص أنا كثيرة تصلح روايات وتكتب قصص. فنحن الآن اجتمعنا الحمد لله، صرنا أولا إن في الإسلام ديننا وهو في عالمنا، ونحن لسنا أصحابه ولسنا معصومين وعندنا ذنوب وخطايا، لكن التوحيد والإسلام هو خيارنا والحمد لله، يقولها القائد والراعي والرعية. والثاني أن في وطن المملكة العربية السعودية التي يتجه لها العالم كل يوم 5 مرات، فله الحمد أن جعلنا في هذا البلد العظيم في بلادي هبط الوحي ولم يهبط الوحي بربع أجنبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هادي ميرث النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث البيعة الشرعية للقادة التي هي في عناقنا نلقى بها الله سبحانه وتعالى، وهي بيعة نص عليها كتابه سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك صارت خطوط حمراء هي 3: الوطن والدين والقيادة. فلله الحمد لله الذي جمعنا على هذا، وأحمد الله أن مجتمعين الآن متحابين متآخين، أن ذي الحين بغير جيد القبيلة في كيف أن بعيد، أن بعضهم أن نحبه كأنه أقرب من القريب في الله سبحانه وتعالى. فلله الحمد على أن جمعنا، وأسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا، ولا زالت ترى دعوتي قائمة وترى بتكلموني، في ناس كثير منكم ما قد وصلنا ولا شرفنا في محلنا، فهذا طلب الدعوة لك يا شيخ منان. أنا على طلبت الشيخ طلب وطلبتكم طلب، لأن حنا في بيت الشيخ باسم الشيخ مزر، لأنه غراني قال على الشيخ وما معه بيحضرون، فقلت أنا حاضر. فهذا هو، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا فأنت الضيف والعزيمة لك صحيح، وأنت غالب عند الجميع. يا أخي خل أولادنا يتعرفون عليك، تعرف بيتنا وينهم ولا الجماعة هنا، إما كفيتهم ولا اتبقت أنا وياه على وقت راحتك، ما بنحدك، نعرف ان وقتك ثمين ووقتك من ذهب، لكن على وقت راحتك اعطنا الفرصه اللي بتكون ضيفتنا عنها. رجاء انا لك من الاسبوع القادم الى متى تبغى، لكن نبغاها استجابه. الله يسعدكم. نرد على الشيخ فوق من الضيوف، ردوا على الشيخ في العزيمه، هزمكم كلكم جميعا. أما العزيمة السلام عليكم. صلاة الله كثر خير من العزم، وجمعنا في هذا المجمع الحلو، بعضنا ما يعرف بعضه، وبعضنا له سنين ما شاف الثاني، وهذا من حظه هو، وهو من حظ الخير الآخرين.
أما العزيمة فالمفروض أنه أنحن اللي يعزم أهل البيت، أنت ضيف ولا بنطيعك تعدى علينا، فنوافقوا لك أو لنا في الساعة المباركة وأبرك ساعة وبنعشيهم في مكانهم هذا القابل، وأن أمتنعوا الضيوف، أنت ما أنت بضيف، إحنا هندير، فالرأي لهم وخير صلاتنا على النبي. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. أنا والله اللي أقول يا شيخ خلاص الآن الموعد اتفقنا عليه، تعطي الشيخ موعد وإحنا سوا وكلنا ما في شيء، بعدين بعدها إذا هذا ينتقلون عنه، أنا أقول خلاص انتهينا يعني ولا لا يا إخوان؟ صحيح. خلاص. اتفقنا اول انني الشيخ ماني بضيف، انا صاحب المحل وانا ولا جيت بعدين معالي الشيخ، وانتم ما بيعجزكم ضيفة واحد ولا نبغى نجلس معك على السام. اسمحوا لي يا داخل نبغى نجلس والله لكم ما عزمتوا لا انتم صادقين، والشيخ اساسا لازم من اول يعني باسمه باسمكم يعني قلت راح ان عازمين انا واللي بيحضرون والعزيمه وارده، واذا ما عزم ابو عبد الله من يعزم يعني، لكن ارى انه تجي نجل شوي ونسيق انسق نقول بس يقبلها هو على انت يقبلها يا شيخ والموعد والموعد لاحق خلاص والموعد لاحق والموعد لاحق اتفقنا ان ننسق فيه من على اساس جزاك الله المهم ما دام انها قبلت ف خلاص اي ما هو بلادي نكلمك تقول فكوني واعذروني لا 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 خلاص يا نعم يا شيخ مع ابو الشيخ وانا خاف لا تنسون بنبوت بس لا تقول لا تقول كلمه الشيخ هذه الشيخ وما قال هذه في هذا في حاجة أقول لك أنا قبل 20 سنة كان في بيتي اللي سكنت هذا وعزمت الشيخ فأقول له طيب لا تنسى يا شيخ قال لا أنت لا تنسى أولا فرصة سعيدة وكثر الله خيرك أبو سعيد على هذه الجمعة الطيبة وحقيقة يعني لو يتمنى الإنسان أعتقد ما وصل إلى أعلى المنية إنه يقابل الوجهة الطيبة والناس اللي يتمنى أن يشوفهم ويفخر بهم ويعتز بهم الله يحييك وهم كمان أيضا أكثرهم من الربع ومن الجماعة ومن الرفاق اللي الواحد يعتبرهم تاج فوق الرأس وأصدقاء العمر حقيقة والضيوف اللي جونا من برا أكيد أنهم لنا الشرف العظيم أنهم حضروا الله يحييهم جميع في بيت أبو سعيد فحنا نعد أنفسنا برضو حنا مضيفين لهم الله يحييهم بالنسبة ما يخصني أنا شخصياً بصفة أني خارج الرياض ولو أني عد نفسي الآن أني يعني بديت أدخل بها للرياض وكذا فوالله ما عد نفسي فعلاً أنا ضيف عند حد ولكن طالما أنه سبق حديث وسبق كلام فحنا أنا مع الشيخ عايض على موعده هذا أولاً ما أحتاج الوعد اللي بيوعدكم الشيخ عايض في لي الشرف أني أكون رفيقاً معه ومرافقاً معه عندكم إن شاء الله متى يتحدد الموضوع وما الشيخ أنا والشيخ عايض فأنا أيضا معكم إن أعطيته موعد فأنا معكم وإن أعطى وإن يعني اتفقنا احنا يا على اتفقنا على شيء في اللي تتفقون عليه انا معكم بنفس الاتفاق لان يد الله مع الجماعه والجمعه طيبه هذا من ناحيه هذا بالنسبه للمردود انا خصيتني بالكلام يا شيخنا الله يحفظك الجميع صلى الله وسلم على سيدنا محمد فيما نقوله يتحملها عالي بن سعيد عندي انا والله ما ولا نشهدنا طال عمرك اللي يوم دخلت اي صالح اي نعم ترى في صالحي علشان ما عندي مكسى اللي تقبلوها على علات يا رجال رضاك علينا هو المكسى واكبر مكسى الله يطول عمرك اعتقد انهم متفقين لا 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 يا لا 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 نبيكم يا وجيه الخير صلوا عليها سلام يغشى جميع الناس بدو حاضر اللي تغيب من الغالين واللي حاضر في مجلس فيه رواد وفيهم حاضر ونبيكم يا وجيه الخير صلوا عليها يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بيرقه رفرف شعره على
شايف هيا نشرف وطننا ونشرف لعبته يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 هيا نشرف وطننا ونشرف لعبته ذكر ربي قبل بدعاء المثايل والهروج والصلاة على النبي ما زهرت روض ومروج مرحبا يا شيخ عياض تراحي بالمطر رمزنا اللي نفتخر فيه من بدو وحضر في رضاك نزوك ولا نحسب للخطر سيرتك عطره وشرحه وتاريخك مجيد مرحبا بك عند نمران عايض بن سعيد باسمها رحب قامتك بابيات القصيد والثمة والمشياب وبالقرن اجمعين وباسم قامة العرب واسم كل المسلمين عاش عايض شيخنا وافي دنيا ودين بيرقه رفرف شعاره على روس النوايف هيلع شرف وطننا وشرف لعبته يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 هيلع شرف وطننا وشرف لعبته سلامة روسكم وفضوها على علاتها داعية بالقرن تشهد والقبائل من رموز المملكة وعلامها يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 من رموز المملكة وعلامها يا سلامي في مكان الأجودي وارحب يا ضيف لبيته يهتدي عند راع الفعل والكف الندي كيف نبدأ مدح عايض بن سعيد كل يوم له مع ربعه جديد يشهد الصدر ويشهد ذا وريد داعية بالقرن تشهد والقبائل من رموز المملكة وعلامها لا 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 من رموز المملكة وعلامها يا سلامي في مكان الأجودي وارحب يا ضيف لبيته يهتدي عند راع الفعل والكف الندي كيف نبدأ مدح عايض بن سعيد كل يوم له مع ربعه جديد يشهد الصادر ويشهد ذا وليد داعية بالقرن تشهد والقبائل من رموز المملكة وعلامها لا 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 من رموز المملكة وعلامها عفو الله يسلمكم بس فيه شاعرة عمانية فازت قبل شهرين في قطر بالجائزة الأولى لتكون شاعرة الرسول في الدوحة فمن أبيات عظيمة جدا قالتها وذكرتها وسردتها في الحفل وفازت على حوالي 1600 شخص بين رجال وبين نساء من ضمن الأبيات اللي قالتها تقول بعض الذي في الله ثالثنا لو زارنا أورقت أرواحنا رسلا بعض الذي في الله ثالثنا لو زارنا أورقت أرواحنا رسلا وطاف بالبيد غيم يستريح ضحا من لفحة الشمس لما أسرفت قبلا عد بي إليك رسول الله أتعبني قلب تقلبه الأهواء ما وصل سلامتكم والله أننا سمعناها كلها بصوتك العفو الله يسلمك بس هذه صوتك كله العفو يا لا 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 يا لا 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 هذا الصحيح قولوا اللي تقولون لاعتني الدنيا افجرت موال أقول فيه
مني للحين خيالة، مهما حمل سيفك على الرأس ما مال، هذا الصحيح وقولوا واللي تقولون. تبددت يا صاحبي كل الأحلام رغم الحذر والخوف والمنطقية، بين الرجاء ومصافحة كف الأوهام نهد السنين ولا تحب الهدية. الحبر ملت من تعاطيها الأقلام، وشعارنا خاضت بحور الخطية. شف من بنى الحيرة وبابل والأهرام، وين أضعنته ونوختها المطية، ذي عادت الدنيا وذا طبع الأيام تبدي عروبتها وهي فارسية. ذي عادت الدنيا وذا طبع الأيام تبدي عروبتها وهي فارسية. هب الطمع مسعور له طبع الإجرام، واجتاحنا من جيش غدرة سرية. نبني الأمل ساعات وأيام وأعوام، وفجأة إذا بالموت ينهي القضية، ونرحل بلا رجعة ونمشي بلا قدام، حتى نصل ونشوف الأيدي الخفية. وهناك يصرخ صمت ويثرثر حجام، وهناك نلقى كل حسنها وسيا. يا ويحنا في سكة الغي نهام، نمشي بلا نور وبلا منهجية، نعزف هقاوينا على زمر وانغام. مرة صبا وأحيان عالسامرية، ضاع الدواء والطب من كثر الأسقام، ما عاد ندري وش بنا من رزية. الكذب له صوت وجماهير وأعلام، والصدق يبلى بلف ذنب وبلية، لكن مع هذا الزخم صبر لو دام، يبقى الرضا والابتسامة ندية. هذا وصل الله على خير الأنام، الهاشمي طب القلوب الونية. قصائد الله يغفر له ويرحمه، من ضمن القصائد يقول: يلي على شان معكزي تباين لي، رجلي على حالها وانا على حالي، الكسر ما هو بفي رجلي عليك اللي، وانت السبب في الغرابي الأول وتالي. تكفي مراسي لنا العجلات يا خلي، عم اخذ الأخبار ولا شوف الأزوالي. رد سلامي عليك وجن وقال لي انك ترحب وانا في خاطرك غالي، ليت الغرابي اللي جتني من عدو لي، ان ما تقاضيت ولا بيت قاضالي، لكن من واحد ذكره غنات لي، لازلت أحبه وبحبه ولا بالي. لا مر طرق بخدراته سلام لي، كنه يسلم علي بصوته العالي. خلوني يا سج عن موضوعه أحسن لي، ولا الغلا والله يبطي وهو غالي، ولا الغلا والله يبطي وهو غالي. سلام الدرجي. رحم الله سعد الجدلان. شوف يا أخي التميز في المفردة والشعر والسهولة. هو في الشعر بي مثل متنبي في العرب. يقول يا شيخ من بيشة، وختم حياته بثلاث قصائد بدح الله سبحانه وتعالى، ركز في آخر حياته. وقال أظن في بداية حضر واحد يقول: لي رأيته في المنام، قلت ما فعل الله بكر، غفر لي بأني مدحت سبحان وربك حب المدح. هو ما رأيت واحد أولها أربع تبيات شل فيها صلاة على النبي، أم يجي بعدها الهدد. يا جماهير صلوا على أحمد، ما سجع طر وشد، إن بالهاشمي من نسل عدناني، محمد رسول الله
واذكر الله رب البرية كل صبح وعشية فالق الصبح محي الجرهد الواني ومحمد رسول الله يا سلامي عدد ما قال اطضف وعد طلع المناصيف يا صل القاصي من الناس وداني ومحمد رسول يالله احفظ علينا العقيدة والسنين السعيدة في رحاب الشريعة صف واخواني ومحمد رسول الله إلهي لو عصيت إيش ما عصيتك واقترفت ذنوب سماحة جانبك يا رب فوق حدود عصياني أجل وانت الكريم اللي لهذرف دمعتي واتوب الكتسبيح والتهليل وابكى قوي ماني مقصر لو سجدت العمر كله والجسد مسحوب ولو سبحت واستغفرت لو ضجيت بزماني إلهي إلهي كم عفيت من الذنوب وكم سترت عيوب وكم عديت من ذنب يقص ويذبح الجاني الداوي علة المبلي وترجع هيبة المسلوب وتعطي من دعاك وتلهمه صبر وسلواني لو الدنيا سحابة نور ونجوم السواد قلوب وحطت كلها في جوف عبد الليس متواني وقام يسوق دعواته ويتراجف تقل مرعوب فلا يوفيك يا ربي ولا يرجح بميزاني عزمت خاوي أهل الطيب يا ربي ولا ارجع نوب ولا تعدو عيوني عنهم ولا ارضى بهم ثاني هل الفكر السليم المستقيم الواضح المندوب شروا هالوجيه هم العزوة هم القدوة هم الأصحاب وأخواني رجعتك يا من بلطفك رجع يوسف على يعقوب بعد ما قالوا أن الذيب كله فر سرحاني وزيد أرجيك يا مدرك برحمتك النبي أيوب وسخرت البشر والريح والجن سليماني تصون اللي من أفعاله بنفسه ذا ويمعطوب غدا في بحر للجمالها انصار والأعواني سوى رحمتك يا ملك مشاريق الفضاء وغروب وتسجد لك جبال الواسعة كرهن وطوعاني أنا يا رب كل ذنب كل عورة وعيوب أنا غلطة على درب الندم تحتاج غفراني أنا غرتني أيامي وساندها جموع خطوب شبابي والهوى والنفس والدنيا وشيطاني أنا لو ما رجيتك يا ملاذ وفزعة المنكوب تصير الخردلة كبري وعوذ ذا وينحاني تركت الحبل على الغارب الوقت انصرت به مطلوب وجيت بوجه ذود عجف عيسى تاكل اسماني تذكرت الحود ووحشتي في موقف مهيوب فلا ينفع تحت ذاك الصلاة والطين نكراني وهذا اللي ذبحني هوله وزاد العطوب ضروب وهذا اللي يزلزل منكبي ويهز وجداني يموج الحال بالدنيا وهلها غالب ومغلوب وانا من مجمل الخلق اتحرى عفو دياني عزاي انه خرج من يعطي اللذات والمرغوب فكيف يكون جوده لا نصاهب وجاله العاني انا والارض واهل الارض ما نبصر بميكروسكوب فسبحان الذي يسمع دبيب النمله ويراني ليالينا تهاوى في فناها والعمر محسوب وخاف الموت يتغدى بغيري ويتعشاني يا ربي طلبتك تكسي اعطافي بجنبك ثوب علشان اني احب النبي ما هو علشاني وصلى الله على الهادي الدليل الطيب المحبوب بابي افديه وامي والحلال وكل حياني عليه افضل صلاة من الذي ما حط فيها عيوب عدد ما ناض برق وما طلع عذق وجنجاني بسلامة الله أولا بي الله وجهك يا محاتم وأسأل الله أن يجعلها شافعة لك مشفعة وأسأل الله أن يجعلها شهادة لك لأن تريد الحوض حوض سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وانتناشط وأن يكون في منافسة نوعا ما وبالفعل وجدت نفسي أني ورأت نفسي جامعة الملك عبد العزيز اللي عرفها يعني كانوا الطلبة أعداد مهولة جدا ووضع صعب جدا
والأولاد والبنات لحقوا معي في الجامعة حوالي 5، فأصبحت في منافسة قوية جدا إن هذا الأب اللي هم شايفينه كيف يكون وضعه يعني لابد يكون. فضغطت على نفسي، خلصتها في 4 سنوات بكالوريوس إدارة أعمال، خلصتها عام 1436. بعدها أبغى أكمل الدراسة، ولكن الهدف إدارة أعمال ما وجدت أنها بتضيف لي شيء معين. وحقيقة أن الواحد في التعليم والعلم هو ممتاز في أي مجال من المجالات، ولكن أهم شيء تشوف نفسك أنت تبغى نفسك فيه، أو تجد أو الهدف إيش هو، تتعلم وش الهدف. الهدف شهادة، الهدف أنك يقال، لا اتركها، أنت يكون لك هدف تبغى توصل إليه. فوجدت من يعني واقع الحياة واليوم الموجود أنه بالنسبة للنظام والقانون أصبح اليوم شيء من أهم شيء في العصر هذا الزمن. كل القانون اليوم والنظام أصبح، يمكن تبغى تشوفونه الآن حتى الأنظمة اللي بتصدر، كل شيء أصبح بالنظام. واليوم لازم تعرف كل شيء إيش يترتب عليه، والقانون موضوعه كبير ووسيع. فلحسن الحظ قابلت الدكتور منير، فيقول فين وصلت؟ قرني، قلت والله أنا منيتي أكمل. قال ما يجي يوم من الأيام زي ما تحتفل بالدكاترة، يوم من الأيام تكون. قلت والله هذا حلم، ولكن أنا أفكر أكمل البكالوريوس من جديد علشان أدخل شريعة وأكمل القانون. قال ليش؟ قلت أبغى القانون. قال طيب فيه، خذ ترم تكميلي وكمل. وين؟ قال والله في كلية الشرق، طبعا كلية من أفضل الكليات حقيقة، صحيح. والمشرف عليها عبد الله الفيصل اللي كان مدير جامعة الملك سعود، وفيها نخبة من جامعة الملك سعود ومتميزة في سيد الملة. أيوه أيوه أيوه، قال هذه متميزة في القانون في دارة أعمال. قلت جزاك الله خير، وبالفعل ورحت سجلت في الجامعة هنا في الرياض، وأخذنا الترم التكميلي اللي هو 15 ساعة، وأخذنا الترم الأول مستوى الأول من الماجستير، وخلصنا وبدينا في المستوى الثاني، وجمعونا في المستوى الثاني لأنه انتهت كورونا، كان أنا ذاك عن بعد، كانت الاختبارات حضورية. ولكن وحقيقة المستوى الثاني هو الآن آخر اختبار لي بكرة، فجمعنا حوالي 48 طالب، معنا 15 من السيدات، وحنا ولكن في مسرح هم في الدور الثاني، ولكن يعتبر المحاضرين. وحقيقة في دكاترة ما شاء الله تبارك الله يعني علماء حقيقة، لا الشيخ الدكتور الشنقيطي ولا النجيمي ولا الدكتور بهال علالي، هذا برضو كان جامعة الملك سعود 10 سنوات، وزبن الزبن كان في جامعة الملك برضو الملك سعود 10 سنوات تقريبا. وهنا دخلنا مرحلة ثانية اسمها مرحلة التحدي الآخر، إن في برضو من الأولاد يدرسون، فكيف تبغى تكون منضبط وتكون برضو على مستوى جيد وتوصل إلى الهدف كمان اللي تبغاه. في الله الحمد كنت منتظم، أجي كل يوم اثنين في طيارة الساعة 11 في الليل، أصل الساعة 1 ليلة كل أسبوع، وغادر كل يوم ربوع الساعة 11 في الليل على جدة. طبعا عندنا محاضرات حضورية من الساعة 4 العصر إلى الساعة 6 مساء، نبقى في المحاضرات من الساعة 4 العصر إلى الساعة 6 مساء جلسة واحدة، ما يقطعها إلا الصلاة في المحاضرات، يعني كلها مكثفة. طلعت النتائج الحمد لله اللي فاتت، 3 مواد اللي طلعت كلها A بلس، يعني من المتوقعين، يعني تقريبا يمكن من أفضل 5 طلبة من المجموعة، رغم أني يعني الذاكرة ما تساعد، ولكن بالساعات الكثيرة جدا، وأنا كل شيء أبغى أحفظه أكتبه كتابة، يعني عبيت عندي دفاتر وأشياء من كثر ما أكتب علشان الحفظ، ترسخ المعلومة. وإيش الهدف؟ طبعا حنا إن شاء الله يمكن قدامنا الآن المستوى الجاي وبعدها رسالة، يعني حدود 10 شهور 11 شهر يكون خلصنا، راح تكون إن شاء الله بعدها التكملة يا بجامعة الملك سعود أو جامعة الإسلامية، يعني هذا المجالين. وإيش نبغى نوصل إليه إن شاء الله؟ هو الهدف نوصل إليه إن شاء الله إنه نخلص، ويكون هناك يعني لي رغبة أن يكون هناك عندي مكتب استشاري قانوني، ويعني على مستوى معين على وضع معين، ويكون الإنسان برضو بعد السن شوي لابد أن يمارس العطاء ويمارس الأمور.
ويكون المكتب هذا يعني يكون له دور كبير جدا في أشياء كثيرة جدا، لا سواء بزنس في المقام الأول ما في شك، والأمر الثاني يكون له برضو دور في كثير من القضايا اللي حنا يعني نشوفها اليوم في المجتمع وفي الأمور دي، لأن أنا لي باع كبير جدا في موضوع مشاكل السعودة ومشاكل الأمور ولا شيء، فهي لما تجمعها خصوصا يكون عندك بعد قانوني وبعد أمور، وعندي بحوث فيها كثير، حتى رسالة أنا حاولت رسالة الماجستير وإن شاء الله أن يوافقوا عليها كلها تدور حول موضوع التوطين وما التوطين ورؤية المملكة 2030 مع التوطين، وتعرف التوطين الآن وعملية السعودة وعملية الوظائف هي نقطة ارتكاز لل، فهذا بالنسبة للموضوع اللي يتكلم فيه أبو سعيد، وهذا هو الهدف اللي حنا إن شاء الله نعمل عليه، وهي حقيقة أقولها دائما لأولادي وأقولها للزملاء وأخواني، يا جماعة الخير أولا بعد توفيق رب العالمين يكون الإنسان عنده هدف وعزيمة وإرادة ويؤمن بالهدف بعد توفيق رب العالمين، ولا بد الإنسان أن لما يكون مقبل على أي شيء في حياته أن يأخذ الأمور بجدية. اللي يقول لي المشرف يقول الطالب الوحيد من يوم رجع، الطالب الوحيد لم يسجل عليه تأخير دقيقة واحدة، وأنا يمكن الطالب الوحيد اللي يجي بطيارة من جدة. هذا مختصر، وصلى الله وسلم على سيدنا. بارك الله فيك. أنا جاء في الميدان، وهذه تظهر إضافات الجيادة، بعضهم ينجح من جهات كثيرة. فأنت أثبت اسمك الله يجزاك بالخير في الكرم في التجارة وفي المعاملة الطيبة، وأنا أشد على أزلك ومع المشايخ على رأس معالي الشيخ مزهر أنك تواصل، وأنت كرمت الدكاترة فأيضا بتكون أنت مكرم عند الجميع إن شاء الله. الجميع إن شاء الله، وزادك الله وتوفيقك. حنا دعم إذا كتبت الكلمة دي، ومدام إن المشرف العام موجود والأمين العام موجود، فمتى؟ لا سجوني أنا، التساؤلات علي انا، لا تسال الشيخ ولا الشيخ ولا انت، ما حد يسالكم. اي حقيقه شفت الاسئله عندي انا، حقيقه انا يعني بدون تعدي على يعني لا الشيخ ولا وضعهم، فهم القاده وهم القدوه في هذا الامر، ولكن حقيقه احنا مرورنا بظروف الكورونا يعني كانت ظروف استثنائيه، واحنا حقيقه المناسبه هذه عادة ما يحضرها أقل من 1000 مدعو، جدا وصلوا 1200 في ذاك الأيام، وهي مناسبة كبيرة جدا يعني الدعوات يحضرها حدود 1000، ما هذا معروفة حقيقة. فنقول إن شاء الله إن زانت الأمور معانا الآن، متى ما تكون الظروف مهيئة والأوضاع تعرف الوباء هذا يعني الوضع يعني مطمئن مع الناس، يعني تبغى لا تبغى يصير في حضر ولا تبغى الناس يجونك وهم في 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 تراقب، ولكن اتوقع يمكن تكون السنه القادمه باذن الله تكون الامور اخذت على وضع، لاني انا اتابع التقارير واتابع الامور ان سنه 22 هذه سنه صعبه جدا. صحيح. يعني من يمكن عارضك سعد يعني احنا نربط الامور بالمنظمه دي الصحه العالميه والامور دي انها من اصعب السنين اللي بتمر، ممكن تمر هي سنه 22 شايف، بقول عسى ولعل ان سنه 23 وتكون ان شاء الله ممتازه، وتاكد كل التاكيد ان اول ما تبقى الامور طيبه ان لا الشيخ لا الدكتور ولا الامين ولا كلنا متشوقين لها ذيك اللحظه اللي نشوف ابناء بلقرن على منصه التكريم، لانهم شوف هم فخرنا وهم عزوتنا وهم اللي نشربهم، وحنا كقبيله اقولها بكل صراحه يعني القبائل كلهم فيهم خير وحنا نيجي من بعدهم، ولكن نحن نفتخر بتكريم طلبه العلم وهذه حقيقه، وحنا نفتخر ان على راس التكريم وياخذ التكريم من يد هذا الرجل علم من اعلام الامه الاسلاميه، وايضا من شيخنا ومعالي الدكتور مزهر، فهو انسان غني عن الموضوع وكل يتشرف ان يكون، والحمد لله ابناء بلقرنا الان برضه اصبح الاعداد كبيره جدا شايف، وان شاء الله انها تكون يا في الرياض يا في جدة بإذن الله. هذا بالنسبة لنا بالنسبة لنا، وإذا عند الشيخ شيء بيضيفه عندي تعقيب أنا. تفضل أحمد. في الرياضة حضرتك الباري في دكاترة في الرياض، هل دكتور محمد إذا حضرت دكتور محمد الحبرات ولا لا؟ لا لسه. فأنا أتشرف أولا باسمك أول من ندعو هذا الدكتور. استاهل. استاهل. الأمر الثاني أنا عندي بيته ما قد افتتحته له 5 مرات، أنا أبو سعيد. ودي طلب إذا في الرياض يكون في بيت الجد باسمكم من ذلك. هو يعني والله ان ودي متشرف بالدكاتره، لكن
إذا كان في احترازات أمنية، لأن في البيوت يأخذون راحتهم وأنا أعرف الإجراءات. كان إذا كان في البيوت لا بأس بالرحب، هذه ما بنختلف عليها، لكن متى تتشاورون تراني متشرف. لا فوق في بيت الشيخ عارف ونتشرف يعني. إن كان هذا تكريم آخر. نعم. حنا هي من عراب يعني. حقيقة شوف عملية تكريم الدكاترة من أبناء بالقرن يمكن بعض الأخوان ما يعرف، هو بدأ عام 1430. يعني التكريم القادم كم رقمه؟ 6؟ السادس صح؟ السادس. هو سلسلة مستمرة. يعني الطريق ما هو موضوع وننتهي منه، عشان كذا احنا ناخذه ما بين فتره وفتره وفتره وفتره، لان نقول ان شاء الله ان الموضوع على استمراريه. فعندنا الفتره القادمه هي لتكريم العام 40. لا 35 بس بنضمه من 40 الان عشان الفتره اللي راحت. هذه معليش هسه ما بخلاف، فحنا حناخذ ال 40 يمكن الفتره القادمه، ويصير الفتره اللي بعدها تاخذ الخمس سنوات، لانه من 40 ل 45 عدد اكبر. والرياض له نصيب ترى. طيب والرياض له نصيب. فحنا حنبكون في الرياض شايف، والامر عادي يعني ما عندنا مشكله، بس حنا علشان تعرف الحفل يكون العدد اللي المدعوين كثيرين، فقول ان شاء الله ان زانت امورنا السنه هذه وعادت الامور انها ضوء اخضر، فان شاء الله يكون على نهايه السنه دي يكون في شيء معين، وان كان حنا حنبدا نرتب ان شاء الله على السنه القادمه باذن الله يكون، ويكون استمراريتها حنا زي ما اشتغلنا علينا كل سنتين ثلاث سنوات من يوم يتجمع العدد يكون فيه تكريم، ثم دائما نعمل في التكريم الفيلم الوثائقي اللي هو يضم من بداية التكريم من الشيبان الأولين بالمسيرة اللي هم. وحقيقة الموضوع ده يعني بصراحة كم من شخص يعني تأثر بهذا التكريم، يعني يسأل نفسه، خصوصا اليوم تعرفون مع التعليمات اللي جات من الدولة أنه التعليم مفتوح والسن مفتوح، يعني الجامعات الآن بدأت بسياسة التعليم، يعني الناس تدعو الناس، يعني ما في شيء، ما عاد في شيء شايف. فبالعكس يعني القبيله والامه كل ما كان فيها متعلمين كل ما فيها مثقفين، فهذه هي الامم وهذه اللي ترقى بالامم، هذا حقيقه الامم. هذا ويسعد اياه، جزاك جميل جميل الله يعطيكم العافيه جميعا. الحقيقه يعني كلام جميل ونعتز فيه ونفتخر. انا عندي بس فقط مقترح كمبادره من الاخوان، يكون التكريم يمكن افضل، انه يكون فيه ناس عندهم اضافه للامه من ناحيه التاليف، براءه الاختراع او الترجمه. هذه نتمنى يكون في مبادره ويكون الامر هذا يكون لها مردود يعني على مستوى الدوله، افضل من فقط بس انه التكريم العالي، هذا ما عندنا خلاف فيه، ولكن ممكن يكون فيه اضافه للمكتبه العربيه خصوصا للامور اللي قال الدكتور محمد صدق، خاصة لا تتوقف الإبداع على رسالة الدكتوراه. صحيح الدكتوراه هي قيمة عالمية، ولكن في مبدعين آخرين ولهم براءة اختراع في مجالات، وفي القبيلة كثير منهم، فنرجو أن تدرس هذا وأن نتشاور فيها، إما تضم ولا مثلا فعالية أخرى. فأنا مؤيد هذا بقوة. والله برضه يا شيخ أنا أقول يعني بالنسبة للموضوع ده قد فتح ونقش في الموضوع ده، وأعتقد منقش حتى في مجلسك هذا يا حقيقة، إنه لما تجي نفتح أنواع التكريم ففيه الضباط وفيه الألوية وفيه الناس وفيه المبدعين وفيه دكاترة وفيه ما شاء الله وفيه الأمهات اللي كمان أبدعوا حقيقة، وفيه أشياء كثيرة جدا. فلو فتحنا على أنفسنا مجال هندخل فيه معيار ومعايير صعبة جدا إنك تقدم من وتخلي من وتنسى من وتقدم من. فحنا حقيقة التكريم هذا ونهجه أختصر على حرف الدال في أي مجال كان، عسكرية مدني على حرف الدال متخصص له، لأنه هذا المقياس مقياس عادل حرف الدال في أي شيء، وتكون الشهادة معتمدة من التعليم العالي، هذا شرطنا الأساسي. اللي بتكلم عنهم وهم كمان يعتبروا نخبة النخبة حقيقة، يعني بتكلم على يعني ناس كمان أقول يعني هم يمكن اللي كمان يعتبرهم التاج حقيقة المبدعين والأمور. فهذول إن شاء الله بإذن الله أن يكون يعني في القبيلة من حنا نتشاور، ويصير لهم مناسبة مستقلة، وضع مستقل، تقام لهم مناسبة معينة. أما المسار اللي ماشي فيه حرف التكريم الدكاترة، لأنه مسار ما هو مؤقت، هو مسار معمول لسنوات قادمة، فله نهج وله سياسة معينة، ولا نبغى نخرج عنه، فإذا خرجنا عنه بتختلف الله بيشمل جميع التخصصات، بيشمل التخصصات، بيشمل بتدخل في مجالات كثيرة جداً. الآن في ما شاء الله تبارك الله أدرى عن
طبيب هو دكتور ما شاء الله تخرج دكتوراه من فرنسا، يقال الان لانه افضل طبيب تختير في المملكه العربيه السعوديه اسمه عادل القرن. ايه فاقول لك القبيله ولاده ومنتجه يعني. في واحد برضه في الطيران هو اكثر واحد في العالم طيران. صحيح هو اللي قرني بالنسبه للدكاتره البشري الطب البشري الاستشاري او الزماله يعتبرونها سعيد عابس يعتبرونك انت زي بالضبط بين